يا جماعة، لك تأثر التأثر، شي مو معقول لما شفتكم المشهد الأخير. فعلاً شي مؤثر، وفعلاً أثبتوا أنكم أصدقاء حقيقيين في غاية التأثر. أنا برأيي هذا هو المكسب الحقيقي. أكيد أستاذ سامر له رأي تاني، لأنه المحطة خسرت 5 برايمات. لا بلا شو، بالعكس ربحت كثير، خير الله ربحت. أنا خسرت أول شيء من كمية الاتصالات اللي كانت تيجي لعنا المحطة، تاني باشتان وفرتوا علينا دفع الجائزة. إيه صحتين على قلبكم. أستاذ سامر أكيد رح تكملوا البرنامج ما هي؟ يو لكن شو رح نكمله؟ رح نكمله كثير. مايا هي رح تخرجوا ومديا هي رح تقدمه. إيه لا بليز، أنا لا تستفقدني بهيك قصة أبدا. ولا أنا. أنا بعرف إنه طموحكم كبير، مشان هيك أنا قررت نفذ لكم طموحكم. كيف يعني؟ قررت. رح تخليني أخرج مسلسل دراما؟ إيه قررت. أكيد بدك تعملي برنامج مثل أوبرا. هلا بالنسبة لبرنامج دراما، إخراج دراما ضمن الخطة بكي. أما بالنسبة لبرنامج إبرة ضمن الخطة بكير كمان. إيه ما فهمت يعني، كيف بدك تحققنا طموحنا؟ قررت. قلت لك قبل شوي قررت. هلا انا قررت اشتغل على برنامج بده يكسر الدنيا. غير برنامج فرينت؟ اوه اهم منه بخير الله. هلا انا عم ظبط جماعه، بس شويه كوميسيونات مع كوميسيونات بس رح نظبطها، حنجيب حقوق. البرنامج اهم منه بمليون مره، بس عم استنى الموضوع الميدل ايست وكذا علي، بس رح تزبط خير الله. شو هو البرنامج؟ شو هو؟ لا تستعجلوا، لا تخط في المعوم من راس الكباية، خليكم هيك ستاب با ستاب. بعدين ليكي على فكرة لا تسألي بهي القصة، أحسن لك من دراما. دراما بعدين، هلأ هون تعال لي شو بدك قصة دراما وما دراما، تركي لي إياها. شو في لي باسم خريستوس؟ لك هذا شغلة كبيرة يا صاحبي، شو في كيف قابي عند السماء برامج منوعات منوعات. يا جماعة لا تستعجلوا عشي، مثل ما قلت لكم بدي شعاركم بالحياة يكون حقق أحلامك مع أف سمرة. داي ها. شو بك اليوم عم تاكلي؟ مالي يا طيف، من شو مالي؟ من كل شيء. أفو شو صاير معك؟ ولا شيء. كيف يعني ولا شيء؟ مبين عليكي متضايقة. هو لأنه مرقت وتركت نانسي في عم تنطفه من الغبرة لأن